للمزيد تنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد كلودي أبي حنا. كلودي، هل يحمل هيل تصورا واضحا لحل أزمة تشكيل الحكومة في لبنان؟ في الواقع الرسالة واضحة التي وجهها ديفيد هيل اليوم للمسؤولين اللبنانيين، مفادها أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة جاهزان لمساعدة لبنان، ولكن من دون الشريك اللبناني لا يمكن إنجاز شيء. هذا الأمر يتقاطع مع المبادرة الفرنسية، مع الجهود المصرية والعربية التي رأيناها هنا في لبنان من خلال زيارات أو تصريحات تدلى من الخارج. اليوم يأتي ديفيد هيل وهو الدبلوماسي العليم بلبنان، فهو كان سفيرا لبلاده في لبنان وقام بدور الوساطة بين لبنان وإسرائيل، يعرف كل التفاصيل اللبنانية. وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أمريكي بعد تسلم إدارة بايدن البيت الأبيض، لذا لها أهمية خاصة لأنها ستؤكد أو توضح أكثر معالم السياسة الأمريكية، سياسة بايدن تجاه لبنان وأيضا تجاه الشرق الأوسط من خلال المروحة الواسعة من اللقاءات التي يجريها بايدن والتي يستثني منها حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية. كما ذكرت، اليوم ديفيد هيل في هذه الزيارة ركز على الموضوع الحكومي. هذا الموضوع أيضا سوف يستمر بحثه مع مجمل المسؤولين اللبنانيين، وهو يؤكد ضرورة تقديم تنازلات من قبل القادة اللبنانيين وأظهار مرونة لتشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات. هذه هي الرسالة الأساسية لديفيد هيل، ولكنه أيضا سوف يبحث غدا في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وسط مساع لدى رئيس الجمهورية لتوسيع رقعة النزاع من 860 كيلومترا مربعا إلى 2290 كيلومترا مربعا، إلا أن الرئيس عون لم يوقع بعد على هذا المرسوم، فبالطبع سوف يكون هناك أخذ ورد حول هذه المسألة. هل من أثمان مطلوبة؟ هل تسوية سوف يتم إجراؤها؟ هذا الأمر رهن هذا اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية وبين ديفيد هيل، الذي تعلق عليه الأوساط السياسية أهمية كما ذكرت، لأنه يوضح أكثر أفاق السياسة الأمريكية في لبنان وأفاق الوضع في لبنان، إذا ما كان سيتجه لمزيد من الضغوط أو أن الولايات المتحدة ستساعد على تسوية ما قريبة. كلودي، من المتوقع أيضا أن يبحث ديفيد هيل مع المسؤولين اللبنانيين غدا مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، هل يحمل جديدا في هذا الملف أيضا؟ في الواقع ليس من جديد، باستثناء التطورات التي حفل بها يوم أمس، حيث كان يعني برز عدم توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم توسيع رقعة النزاع. حول هذا الموضوع كانت هناك تفسيرات متعددة، كما ذكرت ربما رئيس الجمهورية يريد البحث في هذا الموضوع شخصيا مع ديفيد هيل، لأن التوقيت أثار تساؤلات لما عرض هذه المسألة المهمة جدا قبيل وصول المسؤول الأمريكي للبنان. إذن قد يعرض هذا الأمر رئيس الجمهورية لأكثر من هدف. أولا، إذا ما بقي على عدم التوقيع على المرسوم، فهل يحصل في المقابل على عودة أمريكية للحديث مع جبران باسيل بحيث يتم إيجاد تسوية ما للعقوبات المفروضة عليه؟ ونعلم بأن جبران باسيل هو مرشح الرئيس عون لأن يكون خليفة له في موقع رئاسة الجمهورية. أيضا قد يكون رئيس الجمهورية يدفع بذلك إلى أن تنعقد حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب للبحث في هذا المرسوم، وهذا الأمر أيضا يشكل ضغطا على حسان دياب. وقد يكون يريد أن يقول للولايات المتحدة أيضا إننا مستعدون للبحث في هذا الموضوع، ولكن بشرط أن تساعدنا أيضا الولايات المتحدة على الضغط على حلفائها في لبنان من أجل التوصل إلى أيضا إلى تسوية سياسية ممكنة، وليس فقط في موضوع ترسيم الحدود البحرية. كلودي أبي حنا مراسلة الغد من بيروت، شكرا جزيلا لك.